يتواصل مسلسل الشكارة واكتناز الملايير في المنازل والمحلات التجارية المملوكة لرجال الأعمال والتجار المتابعين في قضايا الفساد المفتوحة أمام القضاء الجزائري، إذ أسفرت عملية تفتيش بيت أحد المستوردين في مواد التجميل المتابعين رفقة مدير الوسائل العامة بوزارة المالية وستة متهمين آخرين في ملف فساد عن حجز 30 مليار و136 مليون سنتيم. وفي تفاصيل القضية، فإن واقعة الحال مرتبطة بفتح تحقيق موسع حول شبكة منظمة تقودها امرأة ادعت انها سيدة اعمال لديها علاقات مع شركتين فرنسيتين والمانية للسيارات، كما ادعت ايضا انها لها علاقات مع مسؤولين نافذين في الدولة لا سيما بوزارة المالية، ما مكنها من جني الملايير من وراء منصبها واحتيالها على الضحايا بمبلغ فاق قيمته 60 مليار سنتيم حسب التقديرات الاولية.